انا زكريا ديوات وهذه قناة زد ابليس. اليوم رح نحكيو على الشمة والدخان والزطلة. ريح ريح. السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير. رح نحكيو كيف ماش حتى تقدر تحبس الشمة. مغرب الشعب الجزائري درك راهو قاعد يديسيدي كيفاش راح يحبس الشمة ولا الدخان. هذا البروبليم تاع النيكوتين فيه زوز حوايج. انت كشخص مادامك راح تحبس الدخان والشمة، هذه نقطة ملاحة ديجا، هذه هيك مليح خلاص. حاجة الأولى خاصك ما تقول حتى لواحد، ما تقول حتى لواحد، مش تقول له بس الدخان البارح متكيفتش يومين، ما تسناش فيه يقولك اه يعطيك الصحة، ما تسناها. شعب منافق ما يحبكش الخير، ماذا بيه تبقى تكيف باكي يولي مانك دخان يجي يلقى عندك. سي بون، خاصك انت ما تقولوش، ما تقولوش ما تقولوش ما تقولوش حتى النهار تعطيلو الشوك تربى واحد هكا، اكتبها في الورق. حاجة تانية، حاجة تانية يا اخي كريم، لازملك تتعلم تكذب على روحك. هدية تقدر تلعب على جانب النفسي نتاعك، انت تروح تبربش في الساعة البيولوجية نتاعك. تسمى النهار اللي تحبس فيه الدخان بعد راح تولي تحكي مع روحك كل يوم، مانيش كنت مهبلك، اقسم بالله العلي العظيم وحق ربي ماني كنت مهبل بيه. هي الحكاية مدايرة هاك، شفتي كي تحبس في نهارك الاول بعد، روح مقابل المراية قولك والله يعطيك الصحة. نروح نقابل روحي المراية قولك يا زكي والله يعطيك الصحة يا ولدي، عندك 15 يوم ما تكيفتيش. وهي في حقيقة الامر ب 15 يوم ما شعرت، راهي عندي غير نهار واحد بقيت نشك في مخي بها الحكاية هذي. 15 يوم امنها وسعله في الوقت اللي قاعد يعدي، تعدي 3 ايام زيدوا له 40 زيدوا له 5 ايام تلقى روحك خلقتي خلاص، روح ارقد روح ارقد. هذه الحاجه الثانيه. واش نديروا الحاجه الثانيه؟ واش اخي الكريم انك تكذب على روحك من انواع كل اللي تكذب فيهم على روحك. واش هي ثاني؟ يزيد يجيك المونك هذاك الكبير خلاص، المونك هذاك صغير الهبل هذاك، عبك واش خاصك دير؟ ها اذا كنتي انت تتكيف، اذا كنتي انت تتكيف سهل، روح اوزر مع واحد قاعد يكيف من هنا، مشي شي كوموند ديرك، غمض عينيك تخيل، ايماجيني كيفاه تخيل كل جات غير في يدي برك مش حاب تخيلها. تخيل انك قاعد تتكيف دوك، تشوف الكور تاعك يامنها الكذبه بصح شي، وغمض عينيك. واذا كنت تشم تاني دير بابي مشوار، ديما مستعجل باكي بابي مشوار، هزو تحتك هزو تحتك ديرها قولك، وانت قاعد دير فيها بعد بابي مشوار هذاك قول اني قاعد ندير رفع شمة. يقولك الناس او بابي مشوار قولوا لا، اقسم بالله هذا هو البروغرام الصحيح اللي قاعد نحكي لك عليه. المرحلة التالية وش هي تاني؟ لازم لك انت كشخص قررت انك تحبس الدخان ولا تحبس الشمة، لازم لك تفهم وش كاين. لازم لك تفهم بني كاين حاجة اسمها نيكوتين، نيكوتين هذا، وكاين العادة. العادة انك مولف تدير العفسة دي، مولف تدير هك، مولف تدير هك. سيدي جا دي وحدها بلا نيكوتين اي لازقة فيك انت، على ما قولت انت القران يعرف بدارو. علاه يعرف بدارو؟ لانه دارو يروح لها كل يوم، اذا الطريق هذيك اللي يروح بها الدار تماركات في عقله الباطن. تلمون مني التكرار تكرار تكرار تكرار، الكور صحيح على تعلى باله وين، يعني في عقله الباطن، في على الهرم المنزل كاين الشيما تاعو. كي تكون تلفت له الكور يناضل ويديك تروح انت. الجيست هذاك تاع الدخان وتاع الشمة او الداخل بالهرم التفكيري صحيح، عادة من العادات نتاعك هذه العادة. يعني انت مادام قررت انك تحبس الدخان ولا الشمة، تسمى راك راح تحارب العادة والنيكوتين، زوج حوايج هي مهمة جبارة خي المواطن اللي راح تديرها. لكن مش قلت تلعب هو قرار صائب وما نحكي لكش عليه، راهو قرار وزاري درتيه. كاينه قلنا العادة، وكاينه الحاجة اللي راح تقلقك النيكوتين. النيكوتين هو في الدخان وفي الشمة، وهم يقولوا يقولوا بني هاي الشمة هي الواعرة أكثر من النيكوتين أكثر من الدخان. تبني غير قعروا بينا أقسم بالله، يعني انا ما كنت نشم وراني حبست درك عندي من الاستاذ مارس، مازلت ما نقدرش نزوخ ونقول بني اللي حبست، بس الحمد لله بدات تروح. لازمك انت تريزيست تكون كراج باش المواطن تكون كراج. خليني نحكي لك بالعقيده، والله نحكي مني بالصح، وكون دير هاك تنجح فيها ما فيهاش. شوف شوف قرارات كيما هكا كي تفهم المشكل اللي راك فيه تلقى الحل. عندك بروبليم تاع عاده، والبروبليم تانية اللي يخوف أكثر من العادة وش هو؟ النيكوتين. هو ربي سبحانه مدهولك اللي كاين في أي كور، وكل يوم عندك شغل كمية محدودة هك يسربيها يسربها الكور لمخك وتديها أنت. بصح كي نهار تولي أنت تكيف ولا تشم، تولي أنت تجيب في النيكوتين من برا الكور وتدخله أنت. نحكي عن النيكوتين، الكور تاعك وش يولي يدير؟ يقولك صار أنت هكا لعبها فايقة، راح تجيب لي في النيكوتين من برا، ما
ما لا انا نحبس هذا الكور اللي يهضر الكور يقول لك مادامك انت سي بون وليتي تجيب لي النيكوتين انا نحبس ما نعرفش نسربي انا الكور ما نزيدش نسربي لك النيكوتين دبر راسك انت اللي قاعد تتكيف ولا قاعد تشم سير جيب لي النيكوتين تحكم في الكميه زيد في الكميه نقص كلمه الهدايه ريسبونسابل على جزء مهم في الكور تاعك واللي هو النيكوتين انا تتلف لك اخي موال تقول لي ما تقدرش تحبس شفت النهار اللي تحبس فيه الدخان ولا تحبس فيه الشمه ها بعد سمانه الكور تاعك يفرغ النيكوتين صحيح ما كاين والو يولي الكور تاعك عنده المونك هذا هو اللي يعيطوا له اكبر مونك راح يتعرض له الكور تاعك انه بعد ما تحبس الدخان وبعد ما تحبس الشمه الكور تاعك راح يبقى مده تاع 40 يوم على الاكثر بلا نيكوتين تسمى ما جبتي له انت مصدر خارجي ولا هو اللي من في يفرز النيكوتين ولا يسربي بصح سامحني وعلاه وشي ولا ما يسربيش اللي حبس لا يا اخي المواطن هو الكور كي تحبس انت الدخان ولا تحبس انت الشمه النيكوتين اللي موالف اللي عطاه لك ربي هذاك بعد 30 يوم باه يفيق بني انتك حبستي سيبو يفيق روطا 30 جور 40 جور حاجه كيما هكا نورمال ما فهمت حكايه النيكوتين ما قدرتش نبدا لك نفسرك فيها شكون انت راح تحسب النيكوتين وتحسبه من طول العاده دير كيلو رمضان العادة تنفيك تساعدك شوي النيكوتين كيف كيف ممكن رمضان يساعدك وش هو لازم لكوش انت تقولي كما الرجل الآلي عقد ما يعدي النهار عقد ما تقول تحضر غير التريبل عندي 3 أيام 3 سمانة 4 أيام حسبهم 4 سمانة هذاك بالنسبة الشي اللي تقول روحك انت فهم لازم لك تقنع روحك هنا بني المدة راهي طويلة اللي عدات وانت بلا دخان الكورتياك لك يستسلم أقسم بالله لا العظيم يستسلم واحد بصح خاصك انت تكون راجل في الحكاية المغلب الناس وعليه لازم عليهم يحبسوا الدخان لأنه في نص عمرها ما تاني الكور يبدأ يتعب خاصهم يبدأوا ينقصوا الحوايج هذوما ويستعدوا للمرضات فهمت لذلك لازم لك تحبس الدخان وتحبس الشمة خاصة الزطلة لازم لك تحبس الزطلة أي كارت عبالك انت لازم لك تصحى المرحلة الأخيرة اللي راح نقول لك عليها شوف ما تستناش من الناس اللي دايرين بك يقول لك يعطيك الصحة وإنجاز كبير عملت إنجاز كبير حبست الدخان ولا حبست الشم بالعكس تضرهم لأنك أنت ممول في التدخين ولا ممول في الحاجة هذية معناها ما تساعدهمش وزيد تاني من فوق يقول لك علاه خير مني نشكر وأنا داير إنجاز كيماك حبست الدخان أنا نداها فيه بعد تقولي له شكارة فكني منه سي بلاطة نحكي له أخي المواطن أنت خاصك تبدل حياتك برك أنا مش حنقولها لك قرر برك لأني أنا كنت جيت طفلة بالراحة الدخان تياك هذيك اللي في الكور تياك عمري بالعمر ما راح نخمم اني نقرب لك تنساش انك ما زيدش تهدر ما تهدرش شكل عمرك كل عمرك بحوايج ياسر بتحكيها الدخان تحكيها الشمة بعد عطرقة بعد فوتو دوك شكي فاتوالي ان شاء الله انا بعد عام ولا بعد نقول لكم حاجة بعد 6 شهر نعود لكم فيديو واحد اخر ونقول لكم راي عدد 6 شهر بلا شمة خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تكونوا بخير وبالتوفيق للناس كل اللي راح تحبس الدخان وراح تحبس الشمس